ما يستدل به الجماهير اليوم استهتانهم لاتجاه الدين الحديث المشهور وهو في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكشف الخطأ في هذا الاستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول أن نستحضر سبب ورود الحديث، فإن معرفتنا بسبب ورود الحديث يكشف لنا مباشرة خطأ الاستدلال بالحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لم يأتي بها الرسول عليه السلام ولا أمر بها وإنما يستحسنها المسلمون. سبب هذا الحديث كما هو أيضا مذكور مع الحديث في صحيح مسلم وغيره، يقول جرير ابن عبد الله البجلي: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب ملتابين نمار متقلدين سيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي ظهرت عليه ملامح الحزن والأسى لما رأى في هؤلاء المضريين من فقر مدقع، فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس ووعظهم وذكرهم، وكان من جملة ذلك أن قال لهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الشاكرين وأكن من الصالحين. نعم، من الصالحين. قرأ هذه الآية حض فيها الصحابة على الصدقة على هؤلاء، وزاد في ذلك أن قال عليه الصلاة والسلام مفسرا الآية: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فكان أن قام رجل منهم لينطلق إلى داره ويعود ومعه ما تيسر له من صدقة، وضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سائر الصحابة قام كل منهم أيضا وجاء بما تيسر له من صدقة، فاجتمع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كأمثال الجبال من الطعام والدراهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صار وجهه كأنه مذهبة، تهلل وجهه كأنه مذهبة كالفضة المطلية بالذهب، تبرق أسارير وجهه عليه السلام فرحا باستجابة أصحابه لموعظته عليه السلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. فالآن هم يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وهنا في الشطر الثاني: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي ابتدع في الإسلام سنة سيئة بدعة سيئة. يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في كل من الموضعين. الآن نعود إلى الشطر الأول من هذا الحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة، وهم يفسرونها بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. أين في البدعة في هذه القصة؟
حتى يصح تفسير الحديث بما يذهبون إليه. لم يجد في هذه القصة سوى الصدقة، والصدقة مشروعة بنص القرآن. قبل هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية السابقة: أنفقوا مما رزقناكم، فإذا هذه الصدقة ليست بدعة. وأكد لهم الرسول عليه السلام فحضهم أن يصدق أحدهم ولو بدرهم. فإذا ليست هذه الحادثة بدعة حسنة حتى يقال إن الرسول قال بهذه المناسبة: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا يتجاوب أبدا لو حرفنا لفظ الحديث إلى هذا اللفظ: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا يتجاوب هذا اللفظ مع الحادث مطلقا، لأن الحادث ليس فيها بدعة مطلقا. فهذا يبين خطأ هذا التفسير. وأنا كما أقول بمثل هذه المناسبة إن تفسير هذا الحديث بهذا التفسير المتأخر: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يفعلها رجل أعجمي ليس عربيا. إذا كان عنده شيء من الفقه الإسلامي وشيء من المعرفة باللغة العربية، لأنه ليس هناك تطابق ولا أي موافقة بين الواقعة وبين قول من قد يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمثل هذه المناسبة. هذا يدل على خطأ هذا التفسير، والتفسير الصحيح واضح جدا من تأملنا تأملا قليلا في الحادثة. إذا عدنا إلى لفظ الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، نسأل الآن: الصدقة حسنة أم سيئة؟ لا شك أنها حسنة. طيب، كان قد شرعها الرسول عليه السلام على لسان الله عز وجل أم لا؟ كان قد شرعها بنص الآية السابقة وبحديثه. إذن هذا المتصدق الأول لم يأتي ببدعة حسنة، لم يأتي بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل حسنه، بل الصدقة من فضائل الأعمال وجاء فيها أحاديث كثيرة. إذا ما معنى قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالذات: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ واضح جدا من الحادثة أن الرجل الأول كان أول من استجاب لموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من انطلق إلى داره ليأتي بما سيسكن له من الصدقة، فاتبعه الصحابة على ذلك. فكان هو بانطلاقه أول كل إنسان سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة. فهو إذن كناس يكونون غافلين عن مشروع خيري، فيلهم الله عز وجل أحدهم فيقوم بهذا المشروع. هذا المشروع مذكور الأمر به في الكتاب والسنة. لو فرضنا جمع أموال لأيتام، لمساكين، لبناء مسجد، لأي عمل خيري، لا يمكن لإنسان عند ذرة من فقه أن يقول هذا العمل خيري بدعة في الدين أبدا. لكن كان هذا الإنسان أول من تحرك لهذا المشروع الخيري، فعانوا الناس على ذلك. فهذا الإنسان الأول يطلق عليه أنه سن في الإسلام سنة حسنة، لكن التحسين ليس من عنده، التحسين ممن له التحسين والتقدير، وهو الله تبارك وتعالى. لكن هو كان أول من تحرك لفتح باب هذا المشروع الحسن بنص الشرع، بنص الكتاب والسنة. إذن من سن بمعنى من فتح طريقا إلى سنة حسنة بالنص لا بالعقل والهوى كما يفسره جماهير الناس اليوم، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك تمام الحديث
إذا ما قام به الإنسان ينطبق عليه من سن في الإسلام سنة سيئة. ما هي السنة السيئة؟ أمر منكر شرعا معروف نكارته وضلالته بنص الشرع، يقوم إنسان فيفتح الباب لهذا الشر فيكون عليه وزره يعني مثلا التبرج، رفع القبور والتفاخر في بنيانها، بناء المساجد على القبور، كل هذه محرمات في الإسلام. فأول واحد فتح هذه السنة المنكرة عليه وزرها ووزر من أمير البلاد يوم القيامة. هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرعا، معروف أنه منكر في الشرع، لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر، فجاء عزيز من الناس ففتح الباب لهذا المنكر. فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيء الشرع ما نبه على نكارته وعلى ضلاله، وإنما هو فتح الطريق لهذا المنكر أمام الناس، فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي ذاع في الأزمنة المتأخرة، لأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير خطأ والتفسير الصحيح قد تبين لكم. الأمر الثاني أن نقول في هذا الحديث ذكر السن الحسنة وذكر السن السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السن الحسنة؟ ولنقل معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم، ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ إلا القرآن والسنة، ليس عندنا سوى ذلك. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول من الكتاب أو السنة. أما مجرد القول كما نسمع دائما وأبدا حينما يقول أنصار السنة يسميه الناس إن هذه يا أخي بدعة، يكون الجواب شو فيها يا أخي هيك الإسلام، شو فيها يا أخي، شو عرفت أنها السنة حسنة؟ لابد أن يأتي بهذا الذي يستحسن هذه البدعة بالدليل المحسن والذي ينكر البدعة يسميها بأنها بدعة سيئة. لابد أيضا من أن يأتي بالبدعة السيئة بالدليل على أنها بدعة سيئة. وهنا لابد من التذكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة، يأتيك الجواب أنت كلك بدعة، هكذا يبادروننا كلك بدعة، ليه؟ هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة، والكرسي يمكن كمان العباية والطائي والآخرية، كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح. هذه غفلة منهم، غفلة منهم عن الشعور بمنة الله وفضله على الناس الآية السابقة. هو قال اليوم أتممت لكم دينكم، ما قال أتممت عليكم دنياكم، فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة في الدين أبدا. كل إنسان له أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس ما يشاء، لكن في حدود الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية، فأول ما تنكر عليه البدعة من بدعة الدين رأسا ينكره بحاجة في إيش؟ ببدعة من بدعة الدنيا. يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن والاختراع والابتكار في أمور الدنيا، وإنما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، أما وسائل
في الدنيا والتوسع فيها فهذه ليس لها علاقة بالدين. إذن من يفسر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من كتاب السنة أن هذه بدعة حسنة، وحين ذاك نحن نسلم لهم تسليما إذا جاءوا بالحديث يؤيد أن هذا الذي يسمونه لأنها بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة جاءوا بالدليل على أنها حسنة، فيبقى حين ذاك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافا لفظيا. نحن لا نوافقهم على تسمية ما قام الدليل الشرعي على حسنه، لا نوافقهم على تسميته بدعة، وهم يسمونها بدعة لا بأس، بس المهم يكون في هناك دليل يؤيد ما وصفوا به البدعة من أنها حسنة. وأتيكم بمثال، وهذا نستنكر وشد الاستنكار، لما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام، أول هذه الأقسام بدعة فرض واجب.